شكرا على وفائكم. تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء يومي 11 والثاني عشر من هذا الشهر الندوة الدولية حول الماء والمناخ حول موضوع الأمن المائي من أجل عدالة مناخية. وتهدف هذه الندوة الدولية إلى جعل قضية الموارد المائية في صلب مفاوضات كوب 22 كأولوية في تنفيذ اتفاق باريس. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من الرباط رجاء فضلي. تحية طيبة لك رجاء. تحياتي لك أنس، أهلا بك. أهلا بك. إذن لو سمحتي أجملي لنا الجوانب المتعلقة بهذه الندوة الدولية حول الماء والمناخ. إذن نحن اليوم أنس نحضر المؤتمر الدولي حول الماء والمناخ، وهو مؤتمر يهدف إلى الترافع لتكون قضايا الماء والموارد المائية في قلب المفاوضات التي سيعرفها مؤتمر المناخ كوب 22 والذي من المرتقب أن تحتضنه مدينة مراكش في نوفمبر المقبل. هو مؤتمر سيشارك فيها اليوم عدد كبير من الخبراء والسياسيين من أجل عدالة مائية وعدالة مناخية. للتفصيل أكثر في هذا المؤتمر تحضر إلى جانبي ضيفة السيدة شرفات أفلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. إذا بداية نود أن نسألك عن يعني الهدف من هذا المؤتمر، هل هو خطوة لتدارك ما يعني عدم إعطاء الاهتمام الكافي والأولوية الكافية للموارد المائية خلال مؤتمر باريس؟ هو محطة جد مهمة قبل انطلاق فعاليات المؤتمر للأطراف 22، أولا للتحسيس بخطورة إشكالية الماء وبخطورة الأمن المائي عبر العالم، على اعتبار بأن الأمن المائي له ارتباط وثيق بالأمن والاستقرار الشعوب عبر العالم. ونقطة وهدف ثاني آخر اللي هو الترافع، الترافع لدى صناع القرار السياسي ولدى المفاوضين المناخيين ولدى المجتمع الدولي من أجل يعني أن نستشعر بالخطر إن لم تأخذ عن محمل جد القضايا والرهانات المرتبطة بالماء لدى تفعيل اتفاق باريس ولدى قيادة المفاوضات المناخية، على اعتبار بأن الماء هو التحدي أول في المتعلق بالتأثرات المناخية، على اعتبار أيضا أن الماء هو الضحية الأولى لهذه التقلبات، وأكثر من 90% من الكوارث الإنسانية كلها مرتبطة بالماء. نحن الآن في إطار هذا المؤتمر الدولي التي تحضره خبراء دوليين فاعلين مؤسساتيين سياسيين أكاديميين، حضور وازن أيضا للقارة الإفريقية عبر 13 وزير أفريقي مكلف بقطاع الماء من أجل الترافع حول عدالة قضية الماء وعدالة الحق في الماء وعدالة المناخية. طيب ماذا تنتظرون من هذا المؤتمر وما هي القرارات الملموسة التي يرتقب على الأرجح أن تخرجوا بها من خلال هذا المؤتمر؟ قرارات من خلال الورشات الأربع والجلسات الأربع التي سوف تتناول الأوجه العديدة ما بين العلاقة والمناخ، وأيضا من خلال المائدة المستديرة الرفيعة المستوى التي سوف تخصص حصريا لإشكاليات الماء في إفريقيا، سوف تنتج عنه توصيات سوف نولفها في كتاب سميناه كتاب أزرق، وسوف يكون المدخل لقمة مراكش من خلال الترافع القوي حتى تؤخذ يعني جميع المبادرات والتوصيات التي سوف تنتج عن هذه التدهورة وتدمج من خلال برامج ومشاريع المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس. طيب في مسألة أخرى ونقطة أخرى، يعني هل المغرب اليوم، هل يمكن أن نعتبر أن المغرب اليوم بمأمن من يعني الآثار السلبية الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية؟ المغرب طبيعة الحال بالرغم أنه ليس له يد أو مسؤولية فيما يعرفه كوكب الأرض من تقلبات مناخية، إلا أنه يعاني أيضا على اعتبار بحكم موقعه الجغرافي يعاني من هذه الآثار التقلبات المناخية، وينعكس ذلك بوضوح يعني وبجلاء على مستوى الموارد المائية، تأخر في التساقطات، تراجع أيضا في الواردات المائية نسبة 16% منذ الثمانينات لحد الآن، نسبة اللي تراجعت على مستوى الواردات المائية. هذا لا يعني بأننا نعيش أزمة ماء أو فسنعيش أزمة لا، لأن المغرب راكم من الخبرة والتجربة يمكن أن نقول أنها أصبحت رائدة عالميا، مما جعلته أنه يأقلم سياسته المائية أخذا بعين الاعتبار هذا المعطى المناخي، وأيضا يعني يعتبر أحد الركائز الأساسية
لهذه التقلبات المناخية هو تنويع مصادر التزويد، لم نعد فقط نقتصد على مصدر واحد أو على الموارد المائية التقليدية والخصوص التي يعني مصدرها هو الأمطار، بل أصبحنا ننوع مصادر التزويد باللجوء أو التشجيع إلى موارد مائية غير تقليدية، وبالخصوص تحلية مياه البحر وتثمين المياه المعالجة التي أصبحت ورشا واعدا داخل معالم السياسة الوطنية المائية. إذن السيدة شرفات أفلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، نشكرك على حضورك معنا. شكرا لك. شكرا لك. إذن عودة إليك أنس، وعودة إليكم إلى استوديوهاتنا في طنجة. شكرا لك مراسلتنا من الرباط رجاء فضلي، وشكر موصول أيضا للوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفلال.